ستيفن هوكينج. قال ذات مرة: لن يكون هناك الكثير من الكون إذا لم يكن موطنا للأشخاص الذين نحبهم، سنفتقده إلى الأبد. ويجب على البشر مغادرة الأرض خلال 200 عام إذا أرادوا البقاء على قيد الحياة. كان هذا هو التحذير الأخير لعالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج قبل أشهر قليلة من وفاته، والذي أعلن أبناؤه لوسي وروبرت وتيم عن وفاته اليوم قائلين: نشعر بحزن عميق لأن والدنا الحبيب توفي اليوم. لذا تابعوا معنا قصة حياة العالم الفيزيائي الشهير في حلقة اليوم، تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولد العالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج يوم 8 من يناير عام 1942 في مدينة أكسفورد بإنجلترا. أمه كانت اسكتلندية. ولد ستيفن هوكينج اثنتين من الأخوات الأصغر سنا، فيليبا وماري، وأخ متبنى إدوارد. التحق في البداية بجامعة أكسفورد لدراسة العلوم الطبيعية في عام 1959 قبل أن يحصل على الدكتوراه في علم الكون من جامعة كامبريدج، وله أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني. ويعد من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، كما ويتميز هوكينج بالعمل والنشاط في الأعمال الاجتماعية والدعوة للسلم والسلام العالمي. وهو مساعد للطفولة وقرى الأطفال، وشارك في مظاهرات ضد الحرب على العراق. وفي عام 2013 أعلن عن رفضه المشاركة في مؤتمر يقام في إسرائيل. وفي عام 1971 أصدر بالتزامن مع عالم الرياضيات روجر بنروز نظريته التي تثبت رياضياً وعبر نظرية النسبية العامة لأينشتاين بأن الثقوب السوداء أو النجوم المنهارة بسبب الجاذبية هي حالة تفردية في الكون، أي أنها حدث له نقطة بداية من الزمن. وفي عام 1974 أثبت نظرياً أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعاً على عكس كل النظريات المطروحة آنذاك، وسمي هذا الإشعاع باسمه إشعاع هوكينج، واستعان بنظريات ميكانيكا الكم وقوانين الديناميكا الحرارية. طور مع معاونه جيم هارتل من جامعة كاليفورنيا نظرية اللاحدود للكون، والتي غيرت من التصور القديم للحظة الانفجار الكبير عن نشأة الكون، إضافة إلى عدم تعارضها مع أن الكون نظام منتظم ومغلق. وفي عام 1988 نشر كتابه تاريخ موجز للزمن، والذي حقق مبيعات وشهرة عالية. والاعتقاد هوكينج أن الإنسان العادي يجب أن يعرف مبادئ الكون، فقد بسط النظريات بشكل سلس. وفي عام 1993 نشر مقالة بعنوان الكون الوليد والثقوب السوداء. وفي عام 2001 نشر كتابه الكون بإيجاز. أما عام 2005 فنشر نسخة جديدة من كتابه تاريخ موجز للزمن بعنوان تاريخ أكثر إيجازاً للزمن لتكون أبسط للقراء. وأما عام 2010 نشر كتابه التصميم الكبير بمشاركة ليونارد ميلودينوف. جاء تشخيص مرض العصب الحركي عندما كان هوكينج في 21 من عمره عام 1963. في ذلك الوقت تنبأ الأطباء له بأن يعيش لسنتين فقط، وبدأت قدراته البدنية تتدهور تدريجياً، حيث بدأ باستخدام العكازات وتوقف عن إلقاء المحاضرات بشكل منتظم، بينما خسر ببطء قدرته على الكتابة. طور ستيفن أساليب بصرية تعويضية بما في ذلك رؤية المعادلات بمنظار هندسي. كان هوكينج مستقلاً ورفض بشدة قبول المساعدة أو قبول التنازلات بسبب إعاقته، وقال أنه يفضل أن يعتبر أولاً عالم وثانياً كاتب علوم شعبية، وفي كل الأمور التي تهم إنسان عادي مع نفس الرغبات، المحفزات، الأحلام والطموح كأي شخص آخر. عندما كان هوكينج طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، استمرت علاقته بصديقة أخته جين ويلدي، والتي كان قد التقى بها قبل تشخيصه بمرض العصب الحركي بوقت وجيز،
واستمرت العلاقة بالتطور، وتمت الخطوبة بين الاثنين في تشرين الأول أكتوبر عام 1964. قال هوكينج في وقت لاحق أن الخطوبة أعطته شيء للعيش من أجله، وتزوج الاثنان في 14 من تموز يوليو عام 1965. مع تطور مرضه وبسبب إجرائه عملية القصبة الهوائية بسبب التهاب القصبة، أصبح هوكينج غير قادر على النطق أو تحريك ذراعه أو قدمه، أي أصبح غير قادر على الحركة تماماً. فقامت شركة إنتل للمعالجات والنظم الرقمية بتطوير نظام حاسوب خاص متصل بكرسي، يستطيع هوكينج من خلاله التحكم بحركة كرسيه والتخاطب باستخدام صوت مولد إلكتروني وإصدار الأوامر عن طريق حركة عينيه ورأسه، حيث يقوم بإخراج بيانات مخزنة مسبقاً في الجهاز تمثل كلمات وأوامر. وفي يوم 20 إبريل عام 2009 صرحت جامعة كامبريدج بأن ستيفن هوكينج مريض جداً، وقد أودع مستشفى إدنبرغ. يعد هوكينج مثالاً لتحدي الإعاقة والصبر في صراعه مع المرض الذي دام أكثر من 50 عاماً، إلى أن توفي اليوم 14 من آذار عام 2018 عن عمر 76 عام. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.